حلقه معينه. شايف انتهاء القصه على انتوني مودست ازاي؟ يعني بص، يمكن في البداية أنا لما سمعت اسم مودست سمعت الاسم قبل ما يتم التفاوض الفعلي معاه تقريبا بيومين ثلاثة، وأنا لما سمعت الاسم ما اعتقدتش بصراحة أن الموضوع هينتهي أن مودست يجي يلعب في الدوري المصري أو في قارة أفريقية. يمكن مودست من ضمن الأسباب اللي أقنعته أنه هو ينتقل للنادي الأهلي اسم النادي الأهلي والمشاركات العالية. كنت أتمنى طبعا، كنت أتمنى أنا يعني أنا قولا واحدا في اثنين ما توقعتش أبدا أن هم أساميهم ترتبط بالكره المصريه عامه. المدرب الهولندي اللي جاي مره النادي الاهلي مارتن يول لما اطرح اسمه انا ما توقعتش مارتن يول، انا مولود قاعد بتفرج على دوري انجليزي ومارتن يول ده علامه من علامات فان هو ينتقل ان هو يمرن في فما صدقتش. نفس الكلام حصل مع مودست لما اطرح اسمه وقلت لا طبعا اكيد الكلام ده يعني تقارير او حاجه بتربط اسمه بالنادي الاهلي، ولكن لما اقترب الموضوع انا فرحت جدا لان مودست انا بتفرج عليه طبعا. انت فاكر الجون الشهير ليه في جون التعادل مع بايرن ميونخ، ومن وقتها وحاله التوهج الكبيره جدا كمان مع كولن قبل ما ينتقل لبروسيا دورتموند، واحد من علامات الدوري الالماني. فان هو ينتقل للنادي الاهلي انا ما فرقش معاه موضوع السن تماما، بالعكس انا شايف ان هو جاي جاهز، يعني هو ده المهاجم اللي طال انتظاره. احنا جربنا مع لاعبين شباب، جربنا مع لعيبه تالقت وكسرت الدنيا في الدوري المصري، كل النماذج تقريبا جربناها وما نجحتش. انا شايف ان هو ده الحاجه الوحيده اللي ما جربناهاش، وهي دي الحاجه الوحيده اللي انت تراهن عليها وتجربها وانت مطمن. انت جايب لاعب شبعان خبرات، مر بكل التجارب ومر بكل المباريات ومر بكل التحديات. لا وبروفايل كمان يا بلال، يعني بروفايل مهاجم انت بتدور عليه. ايوه احنا يمكن اتكلمنا من كام حلقه وقلنا ان البروفايل اللي احنا اللي ينقص النادي الاهلي او طريقه لعب النادي الاهلي هو المهاجم رقم 9 تارجت جوه منطقه الجزاء، بيترجم الكوره من نص فرصه. ويمكن دي اكتر ميزه موجوده في مودست ان هو فينيشر عالي جدا، يمكن بيسجل من كل 5 أو 6 فرص 4 أهداف، وده طبعا رقم كبير جدا. والحاله كمان اللي استقبلوا بيها النادي الاهلي وفيديو تقديم اللاعب والتفاعل الكبير اللي كان على وسائل التواصل الاجتماعي مع تقديم اللاعب، وهو واضح ان هو شخصيه طبعا شخصيه محبوبه. طب خليني وانت بتتكلم عليه في المانيا نستعرض كده رقمين مهمين. سيبك احنا طبعا عرضنا مشواره التهديفي والمراكز اللي لعب فيها وتالقه طبعا في مركز المهاجم الصريح، لكن في رقمين كمان مهمين جدا فريق السادسه جابوهم النهارده متعلق بمشاركه مودست في او مشاركه اللاعبين الفرنسيين بشكل عام في الدوري الالماني. تعليقك يا مصطفى. ده طبعا مودست تاني لاعب، لان احنا بوميانج لاعب لمثل منتخب الجابون، فمش هيعتبر مش هنحسبه يعني هو هنا احنا بنتكلم على مشاركه اللاعبين الفرنسيين في الدوري الالماني. ده اكثر تهديفا. لا تهديفا ده ناحيه مودست. ده تهديفا مودست تاني واحد بعد فرانك ريبيري طبعا، يعني ان هو يدخل في منافسه مع فرانك ريبيري بنتكلم في ليفل لاعب. ده فرق برده مش كبير. هو بالمناسبه كان هو متقدم على فرانك ريبيري، وريبيري هو اللي تخطى فرق هدف. فبنتكلم برده ان فرانك ريبيري كان بيلعب برده مع نجوم في بايرن ميونخ، انما بنتكلم مع مودست كان برده في الانديه اللي كان موجود فيها. فاغلب هو طبعا بيير امريك اوباميانج ما بيحسبش فرنسي، بيحسم اكتر للمنتخب الجابوني. كان بيلعب في لبروسيا دورتموند، سجل 98 هدف. وراه فرانك ريبيري مهاجم فرنسا الدولي طبعا ومهاجم بايرن ميونخ 86 هدف. انتوني مودست مع 3 انديه لاعب ليهم في الدوري الالماني سجل 85 هدف. بلال ده رقم ثاني برضو مهم جدا من حيث المشاركه. اكتر لاعب فرنسي شارك في تاريخ الدوري او احرى هي بعد طبعا شميت وفرانك ريبيري. ده عدد مشاركات اللاعبين الفرنسيين في الدوري الالماني. انت متخيل يعني احنا بنتكلم عن دوله زي فرنسا، دوله بطله عالم كانت لسه النسخه اللي قبل الماضيه، بيكون لاعب من فرنسا عنده الارقام دي بينتقل للنادي الاهلي بالارقام وبالخبرات وطبعا بالاسم الكبير. احنا شفنا حساب البوندز ليجا نزل لمودست بعد انتقاله للنادي الاهلي كل المتابعات والترافيك اللي حصل مع مودست وانتقاله من اللاعبين الكبار، خاصه بيلينجهام وروبرتو فيرمينيو وكريم بنزيما، كل اللعيبه العالميين اللي بتهني مودست. فلا طبعا ارقام مميزه جدا، سواء ان هو خد بالك هو الاكثر تهديفا او الاكثر مشاركه. صحيح. وخلي بالك انت بتتكلم هنا على انه المهاجم الوحيد الاكثر يعني لو خدتها على بالزبط مستوى المراكز في الملعب هو اكثر مهاجم لاعب باك رايت وطبعا فرانك ريبيري كان بيلعب هاف
فموديست طبعا فيرويد راس حربه يعني عنده ارقام، احنا اتكلمنا ان هو عنده ارقام مميزه جدا، وكانوا بيعتبروه في كولن ان هو بطل شعبي، وان هو طبعا انت عارف ان هو فاز معاهم بدوري الدرجه الثانيه وصعدهم في موسم تقريبا 2021 وصعدهم للبوندز ليجا او اعادهم مره ثانيه. فهو لا عنده ارقام مميزه جدا، ومهاجم هيعبر عن نفسه اكتر واكتر كمان مع النادي الاهلي، لانه هو جه في منظومه تشبه كتير جدا الكره الاوروبيه، ومن ناحيه التعامل والاحترافيه وكل حاجه. مش بس المنظومه كمان، انا بتهيألي ان صفقات السنه دي اللي عملها النادي الاهلي تفرق كتير جداً. مع مهاجم بمواصفات وبروفايل. وهنتكلم بقى النهارده ازاي نستفيد يعني هنعمل ربط بين الصفقات الجديده اللي دخلت على طريقه لعب النادي الاهلي، وازاي تقدر تخدم على لاعب زي موديست يعني بيتمنى او بيتوافق يعني وجود عبد القادر والشحات وخاصه رضا سليم بقى، دي الصفقه الاهم، ومعلول وبيرسي تا وكهربا ويعني لا طبعا الشكل الهجومي للاهلي مع كولر السنه دي تراهن عليه بشكل كبير جدا انه يحصل فيه تطور. على كل الاحوال احمد وبلال مجهزين لنا كمان حالات، مش بس اتحاد العاصمه، حالات ل انتوني موديست، وهنتكلم طبعا في تفاصيل سيناريو المباراه لكن بعد الفصل.